ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتكدس الشاحنات عبر معبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال. ومنعت قوات الاحتلال دخول 4 شاحنات للوقود و4 شاحنات للمستلزمات الطبية. المزيد يطلعنا عليه من العريش الزميل أحمد ممدوح. تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين من مدينة العريش، ننقل لكم الصورة الكاملة لموقف المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية في الوقت الذي تتزايد فيه معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وحاجتهم الضرورية لمثل هذه المساعدات، سواء مساعدات غذائية أو طبية وغيرها من المساعدات اللوجستية، حيث تتكدس العشرات يوما بعد يوم بمعبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال. اليوم وامس كان هناك اغلاق كامل لمعبر كرم ابو سالم، وتم منع دخول هذه المساعدات الانسانيه والاغاثيه الى الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه. اول امس كان تم دخول 84 شاحنه، بينما تم رفض 4 سيارات وشاحنات للوقود، و4 اخرى تم رفضهم ايضا للمستلزمات الطبيه، وتم تفريغ 30 شاحنه من 84 شاحنة وعودة الشاحنات الأخرى مرة أخرى إلى الأراضي المصرية بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني وزيادة معاناتهم ووصولهم إلى المجاعة. نتحدث أيضا عن الجهود المصرية لدعم هذه المساعدات وفتح معبر رفح لإدخال هذه المساعدات ووصول عدد كبير من الشاحنات المصرية عبر معبر رفح للوصول إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. معبر رفح لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى، خاصة في الأعياد والمناسبات الرسمية تم فتحه طوال اليوم لاستقبال هذه المساعدات. لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات، بل تسعى إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى، وأيضا استضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية. هذه هي الصورة الكاملة من مدينة العريش، وعودة إلى الزملاء مرة أخرى في الاستوديو.